الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانخفضت أسعار خامي البصرة الثقيل بمقدار 42 سنتا ليصل إلى 81 دولارا و 66 سنتا للبرميل، فيما انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط بمقدار 42 سنتا ليصل إلى 84 دولارا و 51 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار النفط بعد ثلاثة أيام من الانخفاضات بعدما أظهر تقرير للصناعة أن مخزونات الخام والوقود الأمريكي انخفضت الأسبوع الماضي، ما يشير لاستقرار الطلب وتحسن توقعات خفض أسعار الفائدة. أعلنت إدارة الجمارك الصينية أن العراق احتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للنفط إلى الصين خلال شهر حزيران الماضي. وأظهرت الإدارة في إحصائية لها أن صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة خلال شهر حزيران من عام 2024 بلغت 9,796,000 برميل، بارتفاع عن شهر أيار بلغ 5,100,000 برميلين، ومرتفعا عن نفس الفترة من عام الماضي بنسبة 72%. أفادت اللجنة المالية النيابية بأن انخفاض قيمة الدينار أمام أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية يعود إلى عمليات تهريبه إلى الدول المجاورة. وقال عضو اللجنة جمال كوتشر إن اللجنة اكتشفت سرقة ملايين الدولارات بسبب الفساد، وأكد أن استقرار أسعار الدولار في الأسواق يتطلب تحركاً أمنياً قوياً على الحدود لملاحقة المهربين، بالإضافة إلى تسهيل عمليات البنك المركزي في صرفه وزيادة الكميات المتاحة في مزاد العملة لتلبية احتياجات السوق على حد قوله. صرح وزير التجارة التركي عمر بولات أنه ينبغي تحديث وتطوير الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي لمواجهة الهيكل المتغير للتجارة الدولية. وأكد بولات على أن بلاده عازمة على التغلب على التحديات الحالية واغتنام الفرص الجديدة وضمان مستقبل مزدهر لكل من الاتحاد الأوروبي وتركيا، موضحا أن بلاده تعمل بجد لإنشاء أجندة إيجابية مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في أولى جلسات الحوار التجاري رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي عقد في مبنى المفوضية في بروكسل. قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن التصنيف الائتماني لفرنسا الذي يقيس مخاطر الخطر للسندات الفرنسية أنها معرضة للخطر حال تسبب الخلافات السياسية في تفاقم الأزمة المالية وتراجع قيمة الديون السيادية بشكل ملموس. وحذرت شركة التصنيف من أن النظرة المستقبلية للبلاد قد تنخفض إلى سلبية من مستقرة إذا شهدت فرنسا تدهوراً أكبر في القدرة على تحمل تكلفة سنداتها مقارنة بنظرائها. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. We'll be right back.
ختام الموجز للقاء.